وقال البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة. أما عورة الأمة أمام الرجل فهي كعورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة. قال محمد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، أي أن الأمة بزواجها تصبح غير مباحة لمالكها، فلا يجوز له حينها أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء. يقول النووي: وعورة الرجل ما بين سترته وركبته، وكذا الأمة في الأصح، والحرة ما سوى الوجه والكفين. وجاء في شرح العمدة للمقدسي: وعورة الأمة كعورة الرجل. وجاء في الشرح الصغير للدردير عن العورة: وهي من رجل السوأتان، ومن أمة وإن بشائبة حرية، هما أي السوأتان مع الإليتين. وفي تاريخ الإسلام كانت الإماء تعرضن للبيع في الأسواق وهن عاريات يقلبهن الرجال كيف يشاءون. فقد كان الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على عجزها ونظر إلى ساقيها وبطنها ووضع يده بين ثدييها ثم هزها. وقد سئل علي بن أبي طالب ابن عم محمد والخليفة الراشد الرابع، سئل عن الأمة تباع، أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها؟ قال: لا بأس بذلك، لا حرمة لها، إنما وقفت لنساومها. وقال عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء القرآن من الصحابة، قال في الأمة التي تباع: ما أبالي إياها مسست أو الحائط. وفي الإسلام يحق للرجل أن يتزوج 4 نساء، وله عدد لا حد له من الإماء يحق للرجل معاشرتهن جنسيا فيما ليس للمرأة غير زوجها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الطبري: أو ما ملكت أيمانهم، يعني بذلك إماءهم. البغوي: والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: أو ما ملكت أيمانهم، والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها. الزمخشري: والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم. ابن الجوزي: فمن ابتغى، أي طلب، وراء ذلك، أي سوى الأزواج والمملوكات. ابن كثير: ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري. المحلي والسيوطي: أو ما ملكت أيمانهم، أي السراري. الآلوسي: والمراد مما ملكت أيمانهم السريات، والتعبير عنهم بما على القول باختصاصها بغير العقلاء، لأنهن يشبهن السلع بيعا وشراء، أو لأنهن لأنوثتهن المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى غير العقلاء. وهذا ظاهر فيما إذا كن من الجركس أو الروم أو نحوهم، فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائر السودان؟ فلعمري إنهن حينئذ إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيد. والآية خاصة بالرجال، فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاف فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم،
أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وقال ابن كثير في تفسيره: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وفيما يسميه المسلمون بأنه من خصائص محمد، تزوج أكثر من 4. قال الصحابي أنس بن مالك كما في صحيح البخاري أن نبي الله كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. أما عن إماء محمد فيقول القرآن: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات. قال ابن كثير: أي وأباح لك التسري مما أخفت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم، وكانتا من السراري. وقد أدت غزوات المسلمين الكثيرة وما يحصل فيها من سبي للنساء أدت إلى طفرة في إعداد الإماء في بلاد المسلمين. فقد توفي علي بن أبي طالب ابن عم النبي والخليفة الراشد الرابع، توفي وله 19 أمة. وفي أواخر القرن الهجري الأول غزا موسى بن نصير بلاد المغرب. يقول ابن كثير في تاريخه: سبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شيئا كثيرا، فأرسل إلى الخليفة 40,000 رأس وهي 5 غنم. ولما قدم على الخليفة في دمشق قدم معه 30,000 من السبي غير ما ذكرنا، وذلك 5 ما كان غنمه في آخر غزوة غزاها ببلاد المغرب. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد أحد أشهر خلفاء الدولة العباسية التي حكمت المسلمين 5 قرون، كانت في داره 4,000 جارية. يا جماعة أنا دلوقتي قدام مني 2 فقول علماء الأزهر لا. ومطالبين بأنهم يفندوا هذه الدعوة، كل اللي يسلموا فيه الناس إن الإسلام بيشجع على الرزق، لا. والصحابة كانوا بيتمتعوا بمملكة أيمانكم. نرد نقول إيه؟ أيوة ده حاول يجرب يتعاقب ويتفهم سؤال صغير خالص. أنت مؤمنة إن القرآن ده كلام ربنا؟ ولا زيه زي الاحاديث فيه ده ضعيف وده ما برضوه ولا موضوع الاسئله اما تيجي تقريها انا بسال استاذه بسمه كاني بسال اي واحده من المشاهدين، هسالها بس سؤال وبالراحه خالص. انا هقول يا جماعه مؤمنين. لحظه بقى. لا مش كده، وصف مؤمنين بقى، احنا بنناقش مناقشه موضوعيه دلوقتي. يعني ايه مناقشه موضوعيه؟ يعني اقول للناس انت مؤمن بان القران ده كلام الله؟ يقول لي ايوه. مفيش فيه تحريف؟ هيقول لي آية الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عظيم عظيم. الدنيا كلها مطمئنة ده كلام ربنا؟ طب اقرا كده في سورة النساء، يبقى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أجلغيها؟ يعني هعمل لها ايه دلوقتي؟ اسكبها باستيكة؟ هل المطلوب ان عشان انا ابقى دين جميل ودافع عنه هعمل ايه في القرآن؟ وده السؤال الاولاني. يعني احنا لو بنجيب حديث ضعيف انا ارد ازاي؟ اهو كده ارد ازاي؟ يا فندم انا مش متهم عشان يا أرد. شيخ مبروك انا ديني كلام ربنا يقول او ما ملكت ايمانكم. بقول في اول المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما كانوهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب انا بقى ارد اقول ايه؟ اقول هذا دين، هذا دين، وهذا دين. مش انا بقول الو بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني باختصار ما عندكمش رب. لا عندنا دنيا
سامع الدين بتاعنا كده يا فندم ازاي واللي مش عاجبه يتسال. طب واذا واحد من الشارع عادي اللي بيسال ما نردش عليه؟ انا عايز اعرف. انا عايز اعرف. حضرتك تعرفي ايه؟ انا عايز اعرف. ما بنقول لك اهو القران موجود يا شيخ والنص غير منسوب يا شيخ جمال. ممكن اقول لك حاجه بصراحه؟ صلي على النبي. انا بمنتهى الصراحه عاوز اقول لك ان 90% من ابناء المسلمين وانا منهم ما نعرفش العله فيما ملكت ايمانكم. ومش قادرين نهضمها بصراحه. يعني ايه مش ضروري؟ معقوله ده رد الشيخ جمال على المسلمين كلهم؟ اسالك سؤال وتقول لي مش ضروري تعرفي؟ لا، في حكيم في الدنيا يتبوأ انه يحلل حكمه ربنا؟ حد في الدنيا يا دكتور مبروك يعرف يعبر عن الحكمه الالهيه في كل الايات